صباح الورد والأمل والتفاؤل. دخل شهر أكتوبر تشرين الأول، أتمنى حظا طيبا لجميع أبراج الميزان ولجميع الأبراج الهوائية والأبراج بشكل عام. بخصوص فيديو أمس، جاءت العديد من التعليقات، يعني بين مؤيد ورافض للشكل، شكل جثة. من يقول أنه ليس سوشانت، من يقول أنه سوشانت، من يعطي ملاحظات دقيقة بخصوص الشكل. يعني أنا كما قلت سابقا، شكل الوجه رأيته متغيرا، يعني هناك انتفاخ في هذه المنطقة، منطقة الجبين والأنف. الشعر أصلا شعر خفيف، الشعر الذي في مقدمة الرأس، لكن شيء واحد أثبت أنه هو، يعني لا منازع دون شك، علامة هنا، غياب الشعر، علامة في الشنب، يعني علامة فراغ في الشنب، يعني معروفة عند سوشانت هنا فوق الشفتين، علامة دون شعر، فيها فراغ. يعني رأيتها في الفيديو في الجثة، فتأكدت أنه هو أكيد أكيد الشخص مات وقتل وتوفي. يعني المافيا لا يمكن أن تخطئ، يعني ليست مافيا سهلة أو مبتدئة، هي مافيا محترفة متمكنة متمرسة. بالأمس تلقينا خبرا محزنا عن وفاة أمير الكويت، تعزينا للشعب الكويتي ونسأل الله الصبر والسلوان للشعب الكويتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آسيا من الكويت، أسعدني حضورك بالأمس وتعليقك، يعني أتمنى لك الشفاء العاجل، وتوكلي على الله الحي القيوم الذي لا يموت، واجتهدي لكي تتخلصي من تلك المشاكل، يعني ضروري من خلق الأسباب ضروري. هناك تعليق تافهة تافهة، لا تفيد القناة في شيء، ولا تفيدنا في شيء، ولا تفيد الموضوع في شيء، ولا تغني القضية، لذلك أتجاهلها. يعني من ينادي بأننا نتحدث عن سوشانت لجني الأموال؟ لم نرى شيئا. يا ريت جنيني الأموال، لم نجني مالا حتى الساعة، يا ريت كان ذلك صحيحا. أنا نسيت قضية مردود الإنترنت، لأن الطريق لا زالت طويلة، أنا حتى لم أصل إلى المينيموم، لم أصل إليه، يعني الحد الأدنى، يعني وصار لي بالإنترنت شهور، يعني الموضوع بطيء جدا، حتى المينيموم هو مبلغ زهيد، يعني الشخص العادي يحصل عليه في يوم أو في يومين. يعني الربح من الإنترنت له شروط يعني معينة، يجب أن يكون الموضوع مبتذلا وفضائح وسب وشتم وقذف، يعني وتصوير، يعني أو إيحاءات جنسية أو مواضيع إباحية، لذلك يمكن أن تحصل على مشاهدات عالية. و أنا هذه ليست طريقي، وليس هذا المسار الذي اتخذته لنفسي. يعني أتمنى أحتفظ بموضوعيتي وبالتزامي وبالشكل الذي أسير عليه، يعني ولا يهم أن تأتي الأموال أو لا تأتي. يعني أنا لم أعد أتوقع شيئا من مردود اليوتيوب، يعني لم أصل حتى إلى المينيموم، يعني لن أحلم كثيرا. يعني فهمت أن موضوع الربح من الإنترنت مرتبط بقواعد معينة، يعني وشروط معينة. في موضوع الحيوات والتجارب وتعدد الحيوات، أدعو الجميع، لا يمكن أن أجيب في فيديو عن هذا الموضوع، يعني موضوع شاسع شاسع جدا وغني، أدعو الجميع إلى الاطلاع على كتب، على فيديوهات، على أسماء تطرقت للموضوع، أسماء عربية وغير عربية، أسماء مسلمة وغير مسلمة. يعني كثيرة كثيرة الفيديوهات في هذا السياق، يعني لا نظل منغلقين ومقوقعين، يعني وبفكر محدود، يعني من أسماء الله الواسع الواسع، ضروري من تشغيل هذا وتشغيله في حدود لا تتعارض مع لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي التي تحدد مسار انطلاق الدماغ، يعني والسقف الذي يصل إليه. إن كان تفكيرك منبثقا من قضية التوحيد لا إله إلا الله، بالنسبة للمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني تنطلق من الحقيقة المطلقة التي هي التوحيد، الله خالق كل شيء، الله خالق الكون، الله الآمر الناهي مالك الملك يتحكم في كل شيء، وشيء آخر تنطلق منه أيضا، أنه لا توجد أي صدفة في هذه الحياة، كل شيء مقدر ومخطط له. هذا انطلاق سليم، يعني ستصل إلى معلومات وإلى اكتشافات هامة وإلى حقائق هامة،
تسير في نفس السياق متوازية مع حقيقة لا إله إلا الله، يعني لن تخرج عن سياقك ولن تتجه إلى اتجاهات ومتاهات أخرى، كن على يقين بذلك. زينب en train de prendre son petit déjeuner. أنا بصراحة إن لم يعجبني أي فيديو أنسحب، لا أكمل الفيديو، لا أكلف نفسي عناء كتابة تعليق سلبي. لماذا؟ لمجرد لفت الانتباه أو لقضية تخالف تعرف؟ يعني الطبيعي أن لم يعجبك فيديو لا تكلف نفسك ومجهود لكتابة تعليق. يعني هذه الموضة بطلت، يعني أن ألفت الانتباه من خلال تعليق سلبي، يعني أتميز أو أشد الانتباه، خالف تعرف. أنا التعاليق التافهة السلبية لا أكترث لها صراحة، يعني لا تشغلوا بالكم. أي شخص لا يعجبه الفيديو لا يشاهده وينسحب، فيديو لي أو فيديو لغيري، يعني هذا هو الطبيعي والمنطقي، التفكير السليم. يعني في نهاية تحية لأم عبد الله من السعودية، يعني تحب الأطفال شكلها، وسلمت على الطفلة الصغيرة زينب. قضت معي نهاية الأسبوع واستمتعنا كثيرا، ورسمت لي رسومات جميلة، إبداعات فعلا، يعني إبداعات إبداعات، انظروا إبداعات. شاركت معها في رسم الحورية، ساعدتها وهي رسمت تلك الطفلة الصغيرة، الدمية الصغيرة. هناك بعض الشخبطة، يعني المرجو أن تتقبلوا الموضوع، يعني ليست ليوناردو دافينشي. يعني هنا زينب في المطبخ، يعني مع معداتها والطاولة والكؤوس والصحون، تطبخ شيئا في المطبخ. هنا زينب تقطف شيئا من الشجرة، يعني وهذه الصورة غير مفهومة، غامضة الملامح والعوالم، غير مفهوم ماهية هذه الصورة. ماذا أرادت زينب أن ترسم هنا؟ دمتم بألف خير وشكرا لكم. ملاحظة بسيطة، الفيديو الذي كان رومانسي يعني لم يحظى بمشاهدات كثيرة، يعني أين كن يا بنات، يا حساسات، يا عاطفيات، يا رومانسيات؟ كان الفيديو كله حب وعشق وهوى وغرام ومشاعر جياشة، ولم يحظى بمشاهدات، استغربت فعلا. يعني تحياتي لكم أينما كنتم، كانت هذه إبداعات الطفلة الصغيرة. بالنسبة للأطفال الذين أعرفهم، أميرة بنت نبيها، غينة بنت منى، وأحمد ونسمة أبناء زينب من المنصورة، لو كانت لديهم أي إبداعات ورسومات يعني فلتبعتوا لي بها، وسأضعها بكل فخر وسرور على القناة. يعني إبداعات طفولة، يعني إبداعات طفولة تظل شيئا جميلا، يعني مبهجا لا يقدر بثمن. أجمل تحية لكم، وشهر سعيد بإذن الله، شهر أكتوبر تشرين الأول، الميزان.